خبير في المناعة يدعم تلقيح الأطفال ضد كورونا لخفض الحمولة الفيروسية. أوضح البروفيسور عبد الله بادو أن الهدف من تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يتمثل في خفض الحمولة الفيروسية عند هذه الفئة، مشيرا إلى أنه رغم كون احتمال إصابتهم بفيروس كورونا يبقى ضعيفا فإنها تعد فئة ناقلة للفيروس. وأضاف الأستاذ الباحث في علم المناعة بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تصريح لمصادرنا أن الهدف الأسمى من تلقيح هذه الفئة العمرية يتمثل في نقص الحمولة الفيروسية لديها. وردا على تصريحات المحذرة من تلقيح الأطفال لا سيما الفئة العمرية المتراوحة بين 5 و11 سنة، قال الأستاذ الباحث في علم المناعة إن هناك معطيات تؤكد أهمية تلقيح هذه الفئة العمرية لا سيما مع المتحول الجديد دلتا الذي صارت معه العدوى محتملة لخمسة أو ستة أشخاص. وأوضح المتحدث نفسه أن شريحة الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة لا تتطلب تلقيحها لأنها لا تطور المرض، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيير الطارئ على مفهوم المناعة الجماعية.